استاذنك عرفنا بنفسك وتقول ايه اللي تنع الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابه بيه. دكتور محمد مشالي صح؟ انا احمد من طنطا، عندي 22 سنه. هو دكتور محمد مشالي الله يرحمه كان قامه من قامات دكاتره طنطا يعني. كان راجل طيب، وكان يعني من الناس القليله اللي هو بيبقى قلبه على الانسان، يعني اللي هو لو انسان ضعيف او مش مقتدر، كان هو من الناس اللي بيقلق على الناس دي، وما اظنش ان هو يعني هيجي منه كتير تاني. الله يرحمه يعني. تقدر تقول ايه النهارده في نعي والنهارده بعد ما علم بحضر وفاته؟ والله يعني ان شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله، ثم اكيد اهله عارفين اللي هو سايب لهم يعني اكتر من الفلوس او الورث او حاجه، فهو سايب لهم السيره الطيبه. فان شاء الله ربنا يجمعهم بيهم، يعني يجمعوا بيهم بعد كده في الجنه. السلام عليكم، انا عمرو فكري من طنطا. الدكتور مشالي الله يرحمه توفى من شويه. كنا دايما نسمع عنه بكل خير، ما كانش يهمه الفلوس، كان يهمه الناس الغلابه، عشان كده كان اسمه الدكتور الغلابه. حتى ساعات لما كان في برنامج من الامارات اللي هو قلبة معنا كان كيه، وكان عايزين يجددوا له عياده وكده، قال مش عايز اتنقل مكان تاني، انا مكاني هنا وسط الغلابه. فده كفايه جدا ان هو كان ارسل اللي هو سايبه، سمعته والحاجات اللي اثر بيها على كل الغلابه دي. كفايه ان هو كان لحد اخر يوم شغال عشان يخدم الغلابه، بس ما كانش يهمه فلوس او اي حاجه، واكيد اهله عارفين ده. يعني ربنا جزاه بده في الدنيا بالثواب اللي عمله ده كله، والناس كلها كانت عارفاه، واكيد ربنا يجزيه بيه في الاخره ان شاء الله بالجنه ان شاء الله، ربنا يجمعه باهله. انتوا كشباب ايه النموذج اللي استفدتوه من الدكتور ما شاء الله يرحمه؟ انك تخصص حتى لو جزء، مش شرط كل وقتك، بس حتى لو جزء بسيط تخصصه عشان تساعد الناس. مش مهم الفلوس اللي انت هتجمعها وكل ده، مش هتأثر في حياتك وبعد حياتك، اللي هيأثر السمعة اللي انت هتسيبها، الأثر اللي انت سبته في حياتك، مش مجرد الفلوس اللي انت جمعتها او كده. الأثر اللي الانسان بيسيبه بعد الوجود ده هو ده غرضك في الدنيا يعني. هل نقدر نقول النهارده ان طنطا فقدت رمز من الرموز؟ اكيد مصر كلها، مش طنطا يعني، كان معروف على مستوى مش مصر بس، زي ما بقول لحضرتك كان ناس جم من الامارات مخصوص ان هو عارفين ان ده طبيب الغلابه وكده، فمش طنطا بس، انا شايف ان مصر كلها يعني، مش مجرد طنطا بس. شكرا.
قابل الراجل ده وكده والنبي وهتقولي صبر معايا عايز كمان ضيق مش مورهنا سريع كده هذا هو كل ما نبغى نقوله.